منورنا يا ربنا باشمهندس. يخليك. ويمكن احنا تحدثنا قبل كده، حضرتك نورتنا، قلنا 2020 يمكن هي عام التحديات للعالم كله. هنتكلم تحديدا عن النادي الاهلي وفكره ان احنا هنا نستغل اللجان، او اللجان كمان تستغل اللي بيحصل وهذه الازمه وتطلع بمليون حاجه ليها لازمه. اولا بقى عايزين نخش كده، حققنا ايه من ساعه ما الفكره دي طلعت لحد هذه اللحظه، وازاي كمان اللجان المختلفه اشتغلت على ان هي تطلع من كل حاجه، يعني مليون حاجه ليها لازمه من كل ازمه واجهت اصلا اللجان كلها. تمام. احنا بالنسبه لنا سنه 2020 متقسمه ثلاث مراحل. المرحله الاولى كانت من اول يناير لغايه نص شهر 3، المرحله الثانيه كانت من نص 3 لغايه ما النادي رجع تقريبا اشتغل في 1/7، والمرحلة الثالثة كانت من 1/7 لغاية نهاية آخر السنة 2020. قبل ما ندخل في يلا نطلع من الأزمة بمليون حاجة فيها لازمة، احنا الفترة اللي قبل كده أنا اتكلفت باللجان تقريبا يوم 28 يناير، كان قبل كده الأستاذ محمد يوسف هو المسؤول عن اللجان. فالفترة اللي في الأول دي كانت هو كان مجهز حاجات، اشتغلنا على فعاليات زي الكشف المبكر عن سرطان الثدي، كان في يوم فان داي للاطفال اتعمل في فروع الثلاثه، عملنا ندوات عن التربيه الايجابيه وتاثيرها على الطفل والبيت عموما. التربيه الايجابيه اللي هي ازاي؟ جبنا ناس متخصصين في الموضوع التربيه والاطفال واللايف كوتشنج، وعملوا ندوات في الاهلي الجزيره واهلي زايد واهلي مدينه نصر، كانوا بيعلموا ازاي الاهالي يتعاملوا مع اولادهم، وفي حاله ان الولاد في ظروف ما الولد مزرجن ما بي من غير عنف يعني بطريقه حديثه، تمام، يعني الولد مش عايز يعمل كذا نعمل ايه معاه، يعني كان على فكره الحاجات دي موجوده في الماتيريال بتاعتها موجوده ومتسجله، وكانت بصراحه مفيده جدا يعني. بعد كده ابتدينا نخش في الفتره بتاعه ان النادي اتقفل، والمبادره بقى بتاعت يلا نطلع من الازمه بمليون حاجه ليها لازمه، كانت بصراحه في 16 فعاليه اتعملوا في الفتره دي اونلاين. كان في مسابقات على جميع المستويات الثقافيه والاطفال والمراه والشباب، كان في ندوات، كان في سلسله ندوات للدكتور اسامه عشم، هو عن الطاقه الايجابيه وازاي نستغل فتره التواجد في البيت في توطيد العلاقه بين الاسره وبعضها. يعني انا لا والله كلها حاجات يعني مهمه جدا ومفيده جدا، بالذات في الظروف اللي احنا مرينا بيها في 2020.